مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. طبعا برضو كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا قضيتوا عيد سعيد جدا. والنهاردة بقى موضوع اجتماعي مختلف، هنتكلم على كلمة أحيانا بتسبب نقول إيه خلافات في البيت. هو طبعا اللي احنا بنتكلم عليه هو الإلزام التعسفي. كلمة لازم في حد ذاتها بتدينا إحساس بالإجبار، وعايزين نفكر أكتر في معنى كلمة لازم. وبدون أي أسباب لازم تبقى يعني مقننة، مش كل ما نبقى عايزين نكلم ولادنا على طول نبقى بنقول لازم. لازم تبقى دكتور، لازم تبقى مهندس، لازم تبقى طيار. وأساسا الطفل ما عندوش الميول دي أساسا برضو، فطبعا لازم نقف يعني إن احنا ما نأثرش بطريقة سلبية على أطفالنا وعلى مستقبلهم. كلمة لازم من الزوج للزوجة والعكس برضو غلسة، يعني برضو تعسفية شوية، وأحيانا بتسبب مشاكل وخناقات. يعني ببساطة يعني لازم من غير سبب، انتوا بقى كملوا المثل. علشان كده معانا النهاردة الأخصائية النفسية دكتور إكرام خليل، هنتكلم معاها عن إزاي ننهي كلمة لازم التعسفية. يعني أحيانا بنقول لازم وبتبقى ليها لزوم، وأحيانا بتكون تعسفية، ولا إيه يا دكتور؟ إزيك كل سنة إيه؟ وانتوا طيبين وحضرتك بالصحة والسلامة. عيدتي أعياد جميلة، العيد ده كان جميل. حر الحمد لله. كلميني عن كلمة لازم، امتى لازم بتبقى لازم وامتى لازم ملهاش أي لازمة؟ هي لازم مفيهاش أي لازمة أصلا، على طول؟ على طول. أوكي. أي حاجة بتحسسني بلازم بتعمل لي ستريس. هو احنا عندنا كلمة لازم 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 لازم، دي سجنتنا وسجنت شخصياتنا في بيوتنا وفي جوازاتنا، في تجهيز البنت، في التربية، وخلتنا نعيش حياة غير اللي احنا حقيقتها. فتلاقي تيجي البنت اول ما تتولد ومامتها بتكبر شوية، لازم تلبسي حلو عشان احنا رايحين على بنت خالتك، هيقولوا عليكي ايه؟ فمش عشان انت تبقي حلوة، عشان انت تنبسطي. لازم نوضب العيد مثلا، لازم نبقى شكل البيت بشكل معين عشان الناس يقولوا علينا ايه، مش مهم احنا ننبسط في ايه. فلازم سرقت مننا فرحتنا واستمتعنا وطبيعتنا، ثلاث حاجات دي لازم تحتيها. لكن في امور اسمها المسؤوليه ما نحطش تحت لازم. لو انا يعني انا عايزه اشيل كلمه لازم اصلا، يعني ممكن نقولي لا، ما انت ممكن تقولي لازم اربي ولادي، لازم اشتغل. أيوة. الحاجات اللي هي فاكت في الحياه. دي حاجات اساسيه. لكن انا كمان راح اربي ولادي مش عشان لازم، عشان بحبهم. صح. ان لازم لوحديها من غير شيء بتبقى حاجه عامله زي السجن. فالحاجه مبقاش لها معنى. كلمة لازم ممكن احنا نستخدمها مع اولادنا فنقضي على الطموحات والامال والاحلام. يعني ايه رايك في الام زي ما قلت كده في الانترو بتاعنا، حبيبي انت لازم تذاكر عشان تبقى مهندس، حبيبتي انت لازم تطولي شعرك عشان البنت لازم شعرها يبقى طويل، مش عارفه ايه، لازم تلبس اللبس الفلاني. وممكن ما يكونش عند الطفل ده الميول دي، ولا البنت عايزه تلبس الفستان ده، ولا اي حاجه من اللي احنا قلناها يبقى لها لزوم. ونموت المواهب ونموت الابتكارات ونموت حاجات كتير. عجبني اقول انت بتقولي انا يعني انا عايزاكي تكملي. عايزه اقول لك في حاجه غريبه قوي يا دينا، احنا الوقت اللي فات كنت بنزل حملات مع يعني في وسط المدارس، باجي اسال الطفل مثلا في الحمله يبقى في ماما والطفل بنعملهم توعيه. حبيبي انت نفسك تطلع ايه؟ قال الام دكتور. هو ما يردش. طب اجي بعد الطفل تاني، انا الوكيل بتاعه، انا واخده التوكيل. لازم يكون دكتور زي خاله، لازم يكون دكتور. الحقيقه فالطفل يحس انه هو انا مش من حقي احلم، انا بعيش حلم ماما. فما يذاكر مش عارف يذاكر. اغلب الاطفال اللي عايشوا اللازم ده بينفجروا بعد كده في حاجه ثانيه. يعني دي المشاكل اللي بتاعت كلمه لازم. يعني انا لو خدت قد ابني لازم اتذاكر علشان وعشان وعشان، لما يجي يكبر في سن المراهقه حاسس بايه؟ انا عايز اكون نفسي. فعايز اكون نفسي، عايز اعبر عن نفسي باي طريقه. فيطلع يعبر عن نفسه ازاي؟ عن المخدرات. يطلع يعبر عن نفسه في خناقه. يطلع يعبر عن نفسه في اختيار غلط. في بنت جت قالت لي على فكره اوعي تفتكري ان انا سلوكي وحش، هما بيقولوا على اكيد جايبيني هنا ليكي عشان تعالجيني، ان انت حساني ان مامتي بتقول ان انا بعمل علاقات كتيره. انا مش بعملها عشان انا حابه، انا عايزه اقول لا ليها. ان هي من ساعه ما اتولدت، من انا
صغيره البسي على بلبس على مزاجها، دايما لازم دايما لازم، فانا بستمتع وانا بغيظها جوايا. فاهمه الجمله؟ اكثر لازم. فاهمه الجمله؟ بستمتع وانا بغيظها جوايا. الموضوع بيتحول لغضب وتمرد لا ارادي في حياه الاطفال، وبالذات تعالى نحط النقطه دي، المراهقين. اوكي. طب في الجمله دي بالتحديد، ماشي، لازم تبقى عقبه في سبيل المراهقين. الاطفال بقى الاصغر سنا اللي هم يعني نقدر نقول اللي هو الطفوله المبكره، هل كلمه لازم برضو ممكن تحط عراقيل في شخصيتهم؟ بتعيق النمو الوجداني بتاعهم. ان لازم احط اساس ازاي يا دكتور إكرام؟ يعني احط ازاي اساس بديل لكلمه لازم؟ ممكن يكون ايه؟ بصي، احنا تيجي نقول حبيبي انا، تعالي نمسك المواضيع اللي احنا لازم فيها. نمسك المذاكره واللبس وشويه حاجات تانية. هنقول شويه مثالين، خلينا في الحاجات الشائعه عندنا. المذاكره هنقول له مش فكره لازم تذاكر، هنقول له انت لو ذاكرت او المفروض انك تذاكر او لازم، خليها بس مش يعني لازم. شفتي؟ وقعنا برضه. لا مش لازم، ممكن لازم تتقال مره، مش كل يوم 15 مره، احنا مش هنبطلها. لكن ازاي بطريقتها؟ ممكن اقول لك حاجه، انا معايا كوبايه في ايدي، ممكن اديها لك كده، وممكن اقول لك اتفضلي. اذا كده في لازم ايجابيه ولازم سلبيه. في طريقه اللازم، احنا بنقول له النهارده انت دلوقتي جه وقت نومك، فانا شايفه بعد لازم اشاركه. اقنعه ليه؟ مفيش حاجه اسمها اقول لابني اعمل لازم. طب ايه اللي لازمها؟ يعني انا ايه اللي لازمها اذاكر؟ ما انا لازم اتعامل مع مخه. حبيبي احنا عشان تقدر تدخل، اعمل له تحفيز، اعمل له امر، اسيب فيه اختيار. اللازم اللي معهاش اختيار بتولد تمرد وبتعيق النمو الوجداني للطفل. في نفس الوقت بتكرهه الحياه. عشان كده اولادنا دلوقتي بيهربوا مننا، عايشين في عالم افتراضي التليفون، انه كرهوا كلمه اللوازم. يبقى انا بقى اعمل ايه؟ بقول له ايه رايك؟ دايما بخلي يعني في اختيار. اقصد ما يعني، او بتقصدي بكلامك ان ما تفرضش حاجه عليه بكلمه لازم. لازم اللي هي بتاعه الفرد دي، اللي هي عنوان الفقره، هي دي اللي لازم فعلا. هي دي اللي لازم دلوقتي نوقفها. هي دي اللي لازم نبطلها. ما هي على فكره لازم بقت لازمه. هي لازمه عندنا. احنا لازم، انت لو لازم غصب عنك. كلمه لازم والطريقه، بصوا الاطفال بيدركوا ملامحنا. احنا نقدر نقول كل حاجه واحنا عاملين كده، على فكره، عارفه انت بصالك كده. أيوة. ملامحنا لازم اللي احنا بنقولها المليانه اوامر دي بتسجنهم. فتولد جواهم انا بما انك عايزه اتمرد. الصباع مع لازم بتولد في العقل الباطن للطفل انا هتمرد، يساوي تمرد. هنقول احنا عيالنا ليه بتسمعوش الكلام؟ احنا عملنا كل حاجه. ده احنا واحنا 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 عشان لازم. عشان لازم اللي انت معيشه فيها هي بنتك. دي اللازم اللي انت معيشه بيها بتسرق منه حته مهمه قوي. المبادره. ان يطلع شخص مبادر، المفكر، عنده قدره على الاختيار. لما انا افرض له طول الوقت لوازم، امتى هيختار؟ لو انا ما علمتش طفلي يختار ويشارك، لما يجي يكبر يبقى اعمل كده. عايزه اتجوز، مش عارف اختار. طب انا عايز اشتغل، مش عارف. انت عايز تبقى ايه؟ مش عارف. ايوه، عشان انا عشت لوازم زمان، ما شغلوليش الاوبشن بتاع ان انا اختار. يعني البديل بتاع لازم ده الابتكار، هو ده اللي بيشجع على الابتكار وبيشجع على ان يبقى فيه اختيارات. اعملها ازاي بقى مع الطفل الصغير؟ يعني اديله اختيارات محدده، ولا ابدا اعرف اقتراحاته هو، ولا اديله وجهه نظري باسبابها اللي هي يعني بديل لازم السلبيه؟ نفسي نسمعهم. ما نسيبهم يقولوا، وبعد ما يقولوا نقول له طب ايه رايك؟ لو سمحت. انت احنا بنتضايقين ليه لما نقول لابنك ايه رايك؟ بعد اذنك يا حبيبي انا بفكر اني ما نخرجش النهارده. بعد اذنك يا حبيبي انا اقول لابني بعد اذنك. ايوه طبعا. عشان هو يتعلم هو يقولها. آخرين طبعا. ايه رايك؟ ايه البديل؟ تعال نفكر نخرج ازاي؟ احنا عندنا البادجت بتاعنا معانا 100 جنيه مثلا. بس تعال نفكر مع بعض، حتى لو هو اختار حاجه مش حابه، انت مش حباها، لكن مش لازم نروح المول ده. هو ده هو ده هو هتلبس اللون ده. اصل اللون ده حلو فيك، اللون التاني ده مش حلو فيك. ده بيخلي الشخص ايه؟ ايه ده؟ ماما بتثق في رايي. هي ماما مش بتفرض عليا حاجه. اذا ده البديل الصحي لكلمه لازم. اعتقد النهارده في الفقره دي قلنا الفرق ما بين لازم اللي هي بالفرض،
والإجبار، ولازم اللي هي يلتزم بحاجة معينة إن هو يعملها. دكتور إكرام بشكرك شكرا جزيلا، أسفة وقتي انتهى. لا لا خالص، لكن مش لازم بعد كده نقول لازم أبدا. خلاص وأنا مش هقولها أبدا أبدا، لازم ما نقولهاش، لازم ما نقولهاش. بشكرك، وبالنسبة لبقى مشاهدينا فاصل ونرجع لحضراتكم نكمل باقي فقراتنا لليوم في ست الستات، خليكم معانا.